نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على EFM واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على EFM ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبيونال على EFM. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال، وقضية اليوم بدأت أحداثها نهار 20 فيفري 1990 في مدينة سبوكين، وهي ثاني أكبر مدن ولاية واشنطن الأمريكية بعد سياتل. أطوار القضية باش تبدأ من الأحياء الساخنة متاع سبوكين، وكي نقولوا أحياء ساخنة معناها فيها كل الممنوعات، من مخدرات البيوت الدعارة للمميسات اللي يمشي ويجيوا على حافة الطريق. في مجريات الأحداث وفي الحي الساخن متاع سبوكين، فتاة عمرها 26 سنة واسمها يولوندا، أمريكية من أصل أفريقي، من أفرو أمريكان، خرجت كالعادة والعوايد متاعها تتبختر على التروتوار تلقى شي حريف. وعلى فكرة يلزمكم تعرفوا أنه يولوندا هذه هي مومس، وخلينا نقولوا بايعت هواء ومدمنة عن مخدرات. هي هكاكة تمشي وتجي وعينيها تقانس في كليون وتطربق في التماق متاعها، وهالكرهبة شيفرولي كورفيت بيضة وقفت بحدها، وبعد ما باعت وشريت مع السيد على الأجرة متاعها طلعت معاه. الكرهبة ديمارات وكالشخص ذاك في عوض يهزها الدار وإلا الموتيل كما كانت هي تتصور، شد بها الخلاء، وهي وقتها مخها خدم، قالت بينها وبين روحها لربما بعد ما تقدم له خدماتها ما يخلصهاش، وعادة هالمميسات هذم يقبضوا قبل ما يدليوا أي خدمات، معناها الدفع قبل الرفع. يولندا خافت وخذت حذرها لأن الأمور ما كانتش واضحة بالكل. السيدة ذاك باقي شدت بها ثنية في الخلاء ويلانسي، ووقتها هي حاولت باش تهبط، لكن البواني اللي تحل الباب كانت منحية، وكي بدات تفارعها كالسيدة ذاك يخشمها بالبونية الأولى يخلط لها الثانية، وبقى شاد الفولان بيد واليد الثانية خدامة، أضرب أضرب الكلهم في وجهها كالمومس يولندا. الحاصل ما فك عليها لما دخلت، ووقتها تركن بها بجنب حيرة سبوكين، نحال حويجها واغتصبها في الكهرباء وهي في شبه غيوبة، وبعد ما أشبع غرايزو منها هبطها وكركرها حتى للحافة متاع البحيرة، ووقتها حشالها راسها في ساشي بلاستيك كان معاه، اجبد فرد وضربها برشا مرات من طول أبو بورتون في راسها طول، من بعد خليها مطيشة بحدك البحيرة، هزلها السكامان متاعها بكل محتوياته وغاب في جنح الظلام. في تواتر هالأحداث الجثة متاع يولندا باش يقع اكتشافها من غدوة الصباح، وبطبيعة الحال اللي اكتشفوها بلغوا الشرطة وهما جاوا على عين المكان، قاموا بالإجراءات الكلاسيكية المستانسين يقوموا بها، ومن بعد بعثوها للمورج باش يتم تشريحها. والشرطة ما تمكنت من معرفة هوية هالضحية هذه إلا وقت اللي جابوا البعض من المميسات اللي عقلوها. بالنسبة للمحققين هالجريمة هذه يا أما عندها علاقة بعملية انتقامية، يعني قام بها البروكسي نت متاحة اللي كانت تخدم معاه ويتمعش منها، وعادة الجرائم هذم يقوموا بهم الماكروات على المميسات متاحهم من أجل الفلوس، وإلا اللي قاموا بهالجريمة هم عصابات الاتجار بالمخدرات، وهذوما عادة ما يقتلوا المدمنين اللي يشريوا من عندهم الدروغ بالطلوق وما يرجعوش الديون متاحهم. الشرطة وجهت البحث متاحها في الاتجاه هذا لكن من غير نتيجة. في هالمرحلة هذه وبعد شهر من الحادثة اللي تعدت، وبالتحديد نهار 24 مارس 1990، نفسك الشيفرولي كورفيت البيضة اتعدت من الأحياء الساخنة متاع سبوكين، واللي طلعت فيها المرة هذه ومع نفس الشخص كيف كيف مومس أما من السكان البيض، بالتحديد تيب كوكازيان.
اسمها نيكي لوف وعمرها 34 سنة. نيكي هذه توسمت الخير في الشخص ذاك اللي يقف لها وطلعها معاه. ما كانتش عنده هيئة متاع منحرف، عمره 40 سنة، لبس كوستيوم وكرافات ومراية تنظر، وهيئته متاع واحد إطار سامي وإلا مسؤول كبير في مؤسسة، معناها يتعطاله جنب بسهولة. ولهنا بيعت الهواء هذه اللي طلعت معاه باش تلقى نفس المصير اللي لقاته يولندا اللي سبقتها. السيد هذا شد بها ثنية البحيرة وكالعادة ضرب إغماء اغتصاب، من بعد كركرها وعطها بحد البحيرة، قرتلها راسها بساشي بلاستيك وعطاها حفنة كرتوش فيه. وبطبيعة الحال بعد ما تم إعلام الشرطة جاو وللقاو عندها لا حقيبة يدوية لا أوراق ولا أوراق هوية، كل شيء اختفى. التقرير متاع الطبيب الشرعي يقول أنه سبب الوفاة ماهوش ناتج من الخنق بسبب كساشي البلاستيك، وإنما نتيجة لك الطلق الناري اللي تلقاوه في ريوسهم. الساشي هذاك مالو إلا جزء من الطريقة اللي توخاها الجاني باش يمضي بها الجرائم متاعو، اون سامبل سيناتور. المعلومة الثانية تخص السلاح المستعمل واللي هو مسدس من عيار 22 لون ريفل. الخاصية متاعو ماهوش مكلف ودقيق جدا، والدوية متاع الطلقة متاعو ماهوش قوي. المخاوف متاع المحققين هو أنه هالجرائم الزوز يكونوا بداية متاع عملية قتل متسلسل، دي كريم أون سيري، لأنه الموديوس أوبيراندي وإلا المود أوبيراتوار يعني طريقة التنفيذ هو نفسه اللي توخاه المجرم مع الضحايا الاثنين. والأمنيين ولاو مرعوبين يطلعش واحد من اللي سيريال كيلر، لأنهم على درجة كبيرة من الذكاء والحنكة اللي تخليهم يفلتوا بسهولة من الشرطة، وسبق أنه عدد كبير منهم قاموا برشا جرائم وما تم القبض عليهم إلا بعد ما خلاوها وجلاوها. Upper Marin Police Department, how can I help you? Sorry, sir, can you repeat that? Okay, sir, you're going to need to stay outside and wait for the police to arrive. في مجريات الأحداث المخاوف متاع المحققين باش تولي يقين، لأنه أقل من شهر بعد الجريمة الثانية وبالتحديد نهار 15 ماي 1990 باش يتم اكتشاف جثة ثالثة على ضفاف بحيرة سبوكين. الضحية هي كاتلين بريبوا، عمرها 38 سنة وكما اللي سبقوها بيعت هواء. الشرطة لقاوها عريانة وبالساشي في راسها ومضروبة بعيارات متاع 22 لون ريفل، والطبيب الشرعي باش يلقى آثار متاع مخدرات وبالأساس الكوكايين ومعها كمية متاع مورفين كيما اللي سبقوها، يعني يولوندا لافرو أمريكان ونيكي هكا تيب كوكازيان. كيما سبق وقلنا لكم المحققين مشاو في فرضية القاتل المتسلسل وبقاو يديهم على قلوبهم تصير الجريمة رابعة، لكن الانتظار متاعهم طال حتى لين أيسوا واعتبروا أنه المجرم غير مكان العملية متاعه ومشى لولاية أخرى. فيها التطور هذا من القضية وبعد ما تعداوا عامين كاملين وهكا المجرم هذاك ولا في سبات عميق تقول من الخلايا النايمة، انهار 12 ماي 1992 فتاة اسمها شيري آن بالمر عمرها 19 سنة خرجت من دارهم تلوج على حد باش تعمل معاه مقايضة، يعني تعرض له مفاتنها وخدماتها الجنسية وهو يعطيها مقابل للشيء ذاك. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هالفتاة هذه شيري آن ما كانتش مومس محترفة لكن عرضية أوكازيونال، معناها وقت اللي تتيح بها تستحق مصروف تلتجيل بيع مفاتنها وجسدها. ونهارتها ربك والمعبود الصدفة باش تحطها في طريقة كشيفرولي كورفيت البيضة. المرة هذه هكا المجرم ما مشيش بها في اتجاه البحيرة لكن بجنب كاريير مهجورة، وبحكم أنها صغيرة وماهيش متمرسة في الدومين ما استغربتش من الوجهة هذيك بالكل وتصورت أنه السيد يسكن غادي. وكي هبطت وتسرسب بيها لك المقطع من شيرة أكداس الحجر حاولت باش تهرب منه، لكن هو كان أخف منها وشدها ودخل عليها بالضرب واستعمل حجرة ضربها بيها برشا مرات على راسها.
ووقت اللي فقدت القدرة على المقاومة نحى لحوايجها واغتصبها. استعمل السبر متاعه كالعادة، معناها هكا الساشي وحفر كرتوش في راسها، من بعد طلعها في الكهرباء وهز طايشها في باركينج مع وجوه السباح. في مجريات الأحداث الشرطة تمكنت من التعرف على شيريان بفضل بلاغ اختفاء قدمته العائلة متاعها، وعرفوا أنه الجريمة تمت في البلاصة هذيك متاع مقطع الحجر، يعني في الكاريير. واللي بلغ هو مواطن صالح، طلب بالناين وان وان وقال لهم اللي هو لقاه برشا دم بجنب قدس حجر فك الكاريير. لكن حسب الطبيب الشرعي الضحية هذه هي عكس السابقين، يعني شيريان ما كانتش مدمنة على المخدرات. بكل بساطة ما لقاو حتى شيء في الدم متاعها، لكن المسألة اللي حيرتهم هي تغيير المكان من طرف المجرم. في العادة كان يتخلص من المومسات اللي يقتلهم على حافة البحيرة متاع سبوكاين، واللي هي المكان المفضل متاعه اللي يقوم فيه بالاغتصاب ثم القتل. والسؤال اللي تم طرحه لهنا، يا هل ترى هالقاتل هذا هو نفسه اللي قام بالأربع جرائم ولا لا؟ وعلاش زاد بقى عامين كاملين لا حس ولا خبر؟ ومن بعد قرر باش يواصل السلسلة متاع القتل. فرضية أخرى تقول أنه يطلعش واحد استغل الفرصة وفترة الصمت متاعه باش ينسج على منوال ويقلده وينفذ الجرائم بنفس الطريقة متاعه، يعني بنفس المود أوبيراتوار. الأسئلة هذم باش يبقاو معلقين، وربما الإجابة عليهم مستحيلة في المرحلة هذه، لأنه المحققين ما توصلوا لحتى دليل مادي يمكن يدلهم على الجاني. في مجريات الأحداث 3 سنين كاملين تعداو، والناس نسيت هالسيريال كيلور اللي اختار الضحايا متاعه ما بين المومسات. ونهار 24 أوت 1995، باتريسيا بيرنس، مرأة كبيرة عمرها 60 سنة، كلو شعرة متشردة وتعيش في الشوارع وتبات على الكراذن، بعد ما دبرت تدبيب زيت باش تكمل بيهم السهرية، هزت روحها دوقة دوقة ومشيت كيما مستانسة كل ليلة لك التركينة اللي تعودت باش تبات فيها. هالخشة هذه متاحة هي بنية قديمة مهجورة في مدخل سبوكاين، مستانسة ترقد فيها الداخل وقت اللي تبدأ الدنيا باردة، ووقت اللي تسخن الدنيا تولي تبات في الهواء الطلق. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وهي تشرب في هاك القطعية متاحة وفجأة تشوف في زهمولة وقفت قدامها، ما عرفتش شكون، واللي طلع عليها زادة ما خلالهاش حتى فرصة باش تشوفه. في ساعة ما اختفها ونزل عليها باش ينحيل حوايجها ويغتصبها، لكن هي قامت تصيح ومنعته وتفارعت معاه وحبت تخطف دبوزة وتسخطوا بيها. الدبوزة كانت بعيدة عليها والبونيات متاعه كانوا أقرب لوجهها، فشخولها تفشيخ ودمدمها. المرأة كما تعرفوا كبيرة وما عندهاش برشا قوة باش تقاوم، ولذا استسلمت ووقتها اغتصبها ومن بعد اقتلها بنفس الطريقة اللي قام بها مع الاخرين، لو ميم موديوس اوبيراندي، مع فارق وحيد انه بعد ما اقتلها خليها على بلاصتها، لهزها للبحيرة ولحطها في باركينج. الدليل المادي الوحيد هو السائل المنوي متاعه واللي كان يخليه على جثث الضحايا بعد ما يغتصبهم. لكن في هكا الأعوام التقنية متاع تحليل الحامض النووي لاديان ما زالت في طور التجارب الأولى، وعلم الإجرام ما دخلهاش كتقنية من تقنيات الكشف على المجرمين. المعتل آخر اللي حير المحققين هو السن متاع الضحية، واللي يتسمى متقدم نوعا ما، هذا في صورة ما إذا ثبت أنه اللي قام بالجرائم هذه الكل هو واحد وعنده زادة أفضلية للمومسات ويختارهم من بين المدمنات على المخدرات. لكن المرة هذه شبيه بدل، باتريسيا بيرنس هالمرأة الكبيرة اللي عمرها 60 سنة ما كانتش مومس ولا مستهلكة للمخدرات، علاش اختارها؟ في مجريات هالأحداث وأقل من عام بعد الحادثة هذه، يعني مقتل هكا المرأة الكبير يا باتريسيا، وبالتحديد نهار 14 جوان 1996، واحد متعدي بكرهبته بحدا هكا الكاريير متاع الحجر اللي سبق وحكينا لكم عليها، واكتشف جثة على الطريق وبلغ الشرطة. الطامة والعامة هبطت، وكالضحية طلعت امرأة وكيف كيف مومس، وتعرفوا على الهوية متاحة وطلعت اسمها شانون زيلينسكي،
عمرها 39 سنة وكما سابقاتها مدمنة على المخدرات. ماتت بنفس الطريقة، برشة طلقات نارية في رأسها، لكن عكس اللي سبقوها، لا تحط لها لا صاشية على رأسها ولا تنحات حوايجها. اللي قتلها اغتصبها من غير ما جردها من ثياب متاعها وخلاها على بلاصتها. السلاح هو نفسه لون ريفل من عيار 22، وبالتالي هالسلاح هذا باش يكون هو الدليل القاطع على أنه اللي اقترفها الجرائم هذم الكل هو نفسه، يعني قاتل متسلسل كامل الأركان والشروط. في تواتر هالأحداث هالجرائم هذم عندهم مدة من اللي عملوا بلبلة إعلامية كبيرة وبثوا الرعب في صفوف المميسات متاع سبوكاين، لدرجة أنه الشوارع اللي كانت معروفة بتجارة الجنس فرغت تماما، وقليل اللي من بائعات الهوات جازف بروحها وتعرض مفاتنها على الحرفاء اللي هما بيدهم قلوا ولاوا عملة نادرة، كل حد يخاف على روحه، وعادي جدا باش الشرطة توجه لهم تهمة ويوليوا في مشكل. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه المؤسسة الأمنية كانت مطالبة من الرأي العام باش تلقي القبض على المجرم هذا قبل ما قيمة الضحايا متاعه تولي أطول. وكما سبق وقلنا لكم ما كانوش ثم أدلة مادية ينجموا يكشفوا على هوية الجاني، وبالتالي التحقيق ما تقدمش بالكل. في مجريات هالأبحاث على القاتل عام 1997 كان باش يكون هو آخر عام في المسيرة الإجرامية متاع القاتل المتسلسل لولا غباء عون مرور. العون هذا وقف كهربا شيفرولي كورفيت بيذا وباش يظهر اللي سوق فيها هو القاتل المتسلسل متاع قضية الحال. مكان الإيقاف هو شارع بكل مميسات في سبوكين، اسباب الإيقاف من أجل الإفراط في السرعة. بالنسبة للحماقة اللي ارتكبها العون هذا، في عود يحط في المحضر متاعه أنه الكهربة اللي قامت بالمخالفة هي شيفرولي كورفيت بيذا حتى اللي هي شيفرولي كامارو، وبالتالي بعد الشبهة تماما عليك القاتل المتسلسل. وهالحماقة هذه باش تكون عندها عواقب وخيمة، لأنه شهرين بعدك المخالفة هذيك واللي تقيدت باسم كهربة واحد أخرى، وبالتحديد نهار 5 نوفمبر 1997، الشرطة باش يجيها بلاغ على وجود جثة خارج سبوكين، والضحية متاعها هي فتاة عمرها 19 سنة واسمها دارلاس ويسكوت مومس كما الأخرين. القاوها مضروبة بزوز عيارات في راسها وكالعادة مغطي بساشي، لكن جزء من حوايجها برك هو اللي منحي، والاغتصاب كان في الموعد. ونهار 7 ديسمبر 1997، يعني في نفس العام وفي منطقة اسمها تاكوما ما هيش بعيدة على سبوكين، القاو جثة أخرى متاع مومس عمرها 34 سنة اسمها ميليندا ميرسر. المرة هذه الضحية كانت عريانة. القتل صار بنفس الموت أوبيراتوار، والطبيب الشرعي قال أنه كما برشا من سابقاتها تناولت مخدر الكوكايين قبل ما تموت. المعتى جديد والهام بالنسبة للمحققين أنه فما شهود من زميلاتها بائعات الهواء شافوها آخر مرة طالعة في سيارة من نوع ميني فان لونها بوردو، وظاهرة اللي هي جديدة من قرطاسها. أشنو زعم القاتل بدل الكهرباء للتضليل؟ في التطور هذا من القضية، القاتل وكأنه من شهر سبتمبر 1997 عمل لجوانح وطار، لأنه في جرائمه السابقة كان يخلي مساحات زمنية ما بين الضحايا متاعه، لكن المرة هذه باش يولي في جرة بعضه. وشدوا عندكم، بعدك زوز ضحايا الاخرانيين واللي هما دارلاس ويسكوت وميليندا ميرسر واللي بيناتهم شهر، باش يقتل واحدة اسمها شاون جونسون عمرها 36 سنة نهار 18 ديسمبر، يعني 10 ايام اكهو بعد اخر جريمة ليه. وثمانية ايام من بعد، يعني نهار 26 ديسمبر، الشرطة باش تكتشف جثتين متاع زوز موميسات، واحدة اسمها لوريل ويزون عمرها 31 سنة، وواحدة اسمها شاون ماكلينان
عمرها 39 سنة. الاثنين ديتوكسيكومان يعني مدمنين على المخدرات، والقتل كان بنفس الطريقة. لكن المرة هذه هكا الزوج جثث اللي لقاوهم كانوا مغطين ببرشة أغصان متاع أشجار وحشيش، وبعد التثبت منهم في المعمل الجنائي ظهروا اللي هما ما يمتوش فك المكان اللي لقاو فيه الزوج ضحايا. المجرم جابهم معاه باش يغطي بيهم الجثث. لهنا بطبيعة الحال الحسبة بدأت تكبر والمحققين تجاوزتهم الأحداث، لأنه القاتل ولا كاين ويتحدى فيهم ويحب يظهر لهم قدراته على القتل والإفلات من أي شبهات أو تتبعات. وفي الأثناء شهيته للقتل زادت كبرت، والدليل أنه القتل ولا متسلسل وراء بعضه. في تواتر هالجرائم ونهار 8 فيفري 1998، باش يلقاو الجثة متاع واحدة اسمها سوني أوستر عمرها 41 سنة ومومس ومدمنة على المخدرات. سوني هذه لقاوها مقتولة في فوسي في مدخل سبوكين. القاو زادة جثة متاع واحدة اسمها ليندا مايبين عمرها 34 سنة ومومس، وبالتحديد نهار 1 أفريل 1998، وفي نفس المكان اللي لقاو فيه الزوج ضحايا السابقين. نهار 7 جويلية 98 باش يلقاو الجثة متاع واحدة اسمها ميشلين ديرنينغ عمرها 47 سنة، بعدها هي واحدة أخرى اسمها كوني لافونتين إليس عمرها 35 سنة. هذه اكتشفوا الجثة متاعها نهار 13 أكتوبر 1998. وباش ما نكثروش عليكم بالجثث، هذا القليل من الكثير، والحاجة الوحيدة المتأكدة أنه الفاعل هو واحد، والعينات متاع السائل المنوي اللي خلفه المجرم على ضحاياه هو دليل على هذا. في المرحلة هذه من القضية الشرطة حاروا في أمرهم وما عادش عارفين كيفاش باش يتمكنوا من القبض على واحد من أعتى القتلة التسلسليين اللي عرفتهم أمريكا. ونهار 10 نوفمبر 1998، مواطن اسمه روبير ييتز وقفوا عون متاع مرور من أجل الإفراط في السرعة. طول عمله محضر وكانت معاه فتاة، سألوا عليها شنو محل وجودها معاه. قالوا هذه اسمها جينيفير روبينسون وعائلتها طلبوا مني باش نوصلها لدارهم. العون هذا ما كانش غبي، لأنه قيد على النسخة متاع المحضر اللي باش يسلمها الرؤساء أنه روبير ييتس اللي عمله مخالفة كانت معاه مومس، وكذب ما قالش الحقيقة. لكن الغباء كالعادة سيد الموقف، والمرة هذه باش يجي من المسؤولين، لأنه لو كان أعطاو أهمية لهكا المحضر هذاك راهم ربطوا الخيوط وفهموا برشا حاجات، وعلى الأقل يستدعاو روبير ييتس هذاك باش يستجوبوه. وفي نهاية الأمر الصدفة باش تلعب دورها في إماطة الإثام على الجرائم هذه الكل. وهاو جايكم الحديث. في بداية عام 1999 وفي الشارع اللي تتنصب فيه الموميسات، وقفت كاميونة قديمة كحلة عليها دي بوند أورانج، طلعت فيها مومس اسمها كريستين سميث عمرها 30 سنة، والسيد اللي هزها معاه عمره تقريب 50 سنة. في الثنية حكالها أنه هو أبو عائلة عنده 5 صغار ويخدم بيلوت متاع هيليكوبتر. كريستين بحكم اللي هو قاعد يحكي لها ما فقدش بيه اللي هو خرج بها من المدينة وهزها لبلاصة خلا وقفار، وكي خافت على روحها وحبت تحل الباب اللي بحذاها باش تهرب ما لقاتش البواني. ورغم الوضعية المخطرة اللي كانت فيها والضرب اللي تاكل فيه من عندك المجرم، في سعة ما تذكات ونقزت للكرسي التيلاني ومن غادي حلت الباب ورمات روحها في الكياس والكرهبة تجري، شعرها لماتت. ومن حسن حظها لقفها واحد لقاها في حالة يرثى لها، وكي هزها للسبيطار وجات الشرطة أحكات لهم على كل شيء بالتفصيل واعطاتهم أوصاف السيد هذا. ولهنا نعاودوا نذكروكم بأنه لو كان انتبهوا لك المحضر متاع عون المرور راهم ديجا طلعوا الدكزة. So
فيها تطور هذا من أبحاث والتقسيات المنداف بدأ يتسكر على هالقاتل التسلسلي. الشرطة بدأت بجرد للسيارات من نوع شيفرولي كورفيت بيض واللي موجودين في مدينة سبوكاين الكل، وبالتالي طلعت قائمة في أصحابهم وجابت الصور متاعهم الموجودة في رخص السياقة، ووراوها كالصور لكريستين سميث اللي عقلت واحد منهم وقالت هذا هو، وطلع روبير ييتس. ولهنا الشرطة باش يقطعوا الشك جابوا أكثر ما ينجموا من موميسات وراوهم نفس التصويرة. وقتها جينيفير روبنسون هاك اللي كانت معاه وقت اللي وقفوا عاونوا المرور على السرعة وكذب عليه وقالوا عائلتها وصاوني باش نشيحها، الحكاية الأصلية هي أنها كي طلعت معاه ما تفهموش من بعد وهبطت في شطر ثنية، معناها هبطت في وسط المدينة في السيركولاسيون، يعني مازال ما لقاش الفرصة باش يهرب بها للخلاء، وإلا راهي خلطت على الأخرين، ضرب اغتصاب ساشي بلاستيك في راسها وكمشة كرتوش. في المرحلة هذه ونهار 15 سبتمبر 1999 الشرطة باش تلقي القبض على روبرت ييتس، لأنها جمعت ما يكفي من أدلة إدانة وبقات كان حاجة واحدة، التثبت من الأديان اللي لقاوه في السائل المنوي الموجود على جثث الضحايا متاعه اللي اغتصبهم. وفي الوقت ذاك وفي المعمل الجنائي ولا ممكن التعرف على البصمة الجينية متاع مجرم بفضل تحليل الحامض النووي. ووقت اللي طلبوا من روبرت ييتس عينة من الأديان متاعه ارفض، لكن هالرفض متاعه ما هوش باش يطول لأنهم ينجموا يتحصلوا عليه بإذن من وكيل الجمهورية، والمسألة فقط تبتى شوية أكاو. في التقصيات على هالمجرم الصدمة الكبيرة اللي كلاوها المحققين هي وقت اللي عرفوا الوضعية الاجتماعية متاع روبرت ييتس. السيد بو عائلة عمره 47 سنة وعرسه هو صغير وفي ساعة ما طلق، لكن عام 1975 عاود عرس مرة أخرى وأموره مشات بالقداء، جاب 5 صغار ودللهم دلال كبير وما خليهم ناقصين شيء. روبير كان يحب مرته بشكل غريب وهي زادة كانت تحبه، وعمره ما قال لها كلمة دونية وولاده متعلقين به تعلق كبير. معناها روبير هالقاتل المتسلسل هو بو تتمناه كل مرة لولادها. اخدم زادة مدة جارديان متاع حبس وبطل ودخل الجيش ولا يسوق في الهليكوبتر وعلقوله برشا نواشن على خاطر شارك في برشا عمليات متاع حفظ سلام في العالم. لكن المعتى الغريب أنه سلم الخدمة متاعه في الجيش عامين قبل ما ياخذ الرثرات بعد ما عمل قرابة 5000 ساعة طيران بالهليكوبتر. قولوا كان كمل راهو عنده جراية محترمة، لكن بطل لأسباب ما يعرفها كان هو. ووقتها في النقل هو وعائلته لمدينة سبوكاين ودبر خدمة في مصنع بتاع حديد. اللي ما كانوش يتصوروا بالكل اللي هو باش يطلع قاتل متسلسل وبهكا الوحشية هذيك هما مرته وولاده. ووقت اللي عرفوا حقيقته غرقوه، وأولهم مرته اللي قالت في المحكمة أنه كل ليلة كان يروح مع الفجر وساعة ساعة تلقى بقايا عم تعدم في كرهبته. من شيرة أخرى عرفوا يعني المعلم متاعه في مصنع الحديد قال أنه كل مرة وقت اللي يجي صباح بكري يفقد كرهبة من الكراهب ما يلقاهاش في البارك، وكان عاتي الروبير الحرية التامة باش يهز أي سيارة أو شاحنة يحب عليها. في هالمرحلة هذه الزوز أدلة المادية اللي باش يكونوا ضربة قاضية بالنسبة لروبرت ييتس هما بصماته اللي مطابقين البصمات القاوهم على أماكن الجرائم اللي قام بها، وبالطبيعة الحامض النووي لاديان اللي يربطوا على الأقل بثمانية عمليات تخص 8 ضحايا واللي هما على التوالي دارلا سكوت، شاون جونسون، لوريل ويزون، تشاون ماكلينان، ميليندا ميرسر، ساني أوستير، ليندا مايبين وميشلين ديرنينغ. المحققين حبوا ينسبولوا على الأقل 12 قتيلة متأكدين أنه هو اللي قتلهم بحكم التشابه في الموديوس أوبيراندي، معناها المود أوبيراتوار.
وكانوا متأكدين أنه روبرت ييتس اقتل أكثر من 12، لأنه ما بين فترة 1990 و 1999 قرابة 40 مومس اتقتلوا أو اختفوا. في المرحلة هذه من القضية، ونهار 4 أكتوبر 2002 روبرت ييتس اعترف أنه ارتكب أول جريمة عام 1975، اقتل فيها زوز عشاق لقاهم بالصدفة في غابة، واللي هما سيوزان سيفج وعمرها 22 سنة وباتريك أوليفي عمره 21 سنة. الاثنين اقتلهم بمسدس. روبير اعترف زادة أنه أول مومس اقتلها هي تريسي إليزابيث هون عمرها 23 سنة، والعملية صارت عام 1988. من جملة اعترافاته عام 98 أنه قتل واحدة اسمها آن ميرفن عمرها 43 سنة، ومن بعد دفنها في الجنينة متاع داره ولقاو الجثة متاعها. روبير ييتس قدام الذهول التام متاع عائلته والقضاة ولجنة الحكماء قدم الاعترافات الكل أمام الملأ، وبالتالي ما ثم حتى حكم آخر غير حكم الإعدام اللي تسلط عليه كعقاب لكل ما اقترفوا من جرائم. في نهاية القضية، المذهل أكثر وأكثر في قضية ييتس هو العدد المهول متاع القتلى اللي التحقيقات وصلت لهم وما نجمتش تثبت مسؤولية روبير فيهم بصفة واضحة وجلية. ما بين عام 1992 و 1995 هكا 3 سنين اللي ما صار فيهم حتى شيء في مدينة سبوكين، روبير وقتها كان في نيويورك والإف بي آي نسبوله ما لا يقل عن 6 جرائم غادي، لكن دون إثباتات. وباش نختموها بالقدا باش تعرفوا اللي هو قاتل متسلسل على بز ومعناه، وخلينا نقولوا لكم أن روبير ييتس مشى مع القوات الأمريكية الرابضة في ألمانيا ما بين 1980 و 1984، وبعد هي مرة أخرى من عام 1988 و 1990 24 مومس بالتمام والكمال من المدن اللي كانت في محيط الثكنات واللي كان موجود فيهم روبير، الكل هم تقتلوا ومن غير ما التحقيقات الأمنية تتوصل لمعرفة الجاني، وبما أنه كان هو في الأماكن هذه ما ينجم كان هو اللي قتلهم. We thank you for this food that we're about to eat for friends and family. God bless America. Amen. نهج التريبيونال. قضية اليوم نص عماد بن حميدة على EFM.